البلوك المهم جدا اللي بعد كده هو هيومن انفورميشن بروسيسنج. نتكلم على اول حاجه فيها هي الستيمولس ديسكريميشن. وعامه لقينا ان احنا لو بنتكلم على احنا بنستعمل شانل معينه زي الفيجن مثلا او زي الاوديشن مثلا او اللي هي الهيرنج مثلا، هنلاقي ان احنا نقدر نميز فيها يعني نمبر اوف يعني ليفلز اولموست ذا سيم. يعني بتكلم على ان كل واحده فيهم لو اعتبرتها ان هي شانل وحسبت النمبر اوف بيتس اللي انا اقدر احطها في الشانل دي او اقدر ابعتها على الشانل دي، هلاقي ان انا اقدر فعليا ابعت مثلا حاجه زي 7 ليفلز وهي بتكورسبوند لحوالي 2.8 بيتس اوف انفورميشن. يعني اقدر بيسكلي اكوميونيكيت مع اليوزر ثرو اي واحده من الشانلز بتاعت السنسز عموما حوالي 2.8 بيتس اوف انفورميشن ات اني جيفن تايم. اوكي، فدي حاجه مهمه جدا في الاول. الحاجه الثانيه ان احنا الهيومنز يعني لازم نبقى عارفين هم they make better relative judgments than absolute judgments. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي لو بقول له اللون ده ايه غير لما اقول له الاختلاف بين اللونين دول ايه، لما بخليه يفرق بين لونين غير لما بقول له اللون ده كذا ولا كذا. اوكي، يعني absolute judgment معناه ان انا دلوقتي بجيب له حاجه ما هياش ريفرنس لحاجه تانية او ما هياش relative لحاجه تانية. relative judgment يعني اجيب له حاجتين واطلب منه ان هو يقارن بينهم. فلازم ناخد في اعتبارنا كويس قوي ان الجزء دوت ده احسن بكتير جدا عند الهيومنز عن الايه، عن الابسولوت جادجمنتس. الحاجه الثانيه هي الجزء بتاع الاتنشن. يعني بيسكلي الهيومنز ار باي ديفولت كده ده سنجل بروسيسور، سنجل شانل بروسيسور، يعني ما يقدرش ان هو يتعامل مع كذا حاجه في نفس الوقت. يعني ممكن انا اكون بسمع وبشوف وبعمل كل الحاجات دي في نفس الوقت بس اكشوالي البروسيسنج بتاعها ما هواش بيحصل في نفس الوقت. يعني basically humans attend to only one source of sensory data at any instant. يعني ما اقدرش ان انا اشوف حاجتين او اقدر ان انا اشوف واسمع في نفس الوقت، يا اشوف اكون مركز في الحاجه اللي بشوفها يا اكون بسمع الحاجه اللي انا ايه بسمعها. ما اقدرش ان انا في at any given time ان انا ابقى بركز في الاثنين. الحاجه الثانيه ان احنا لو احنا عندنا حاجات بتتم يعني apparently كده مع بعض، يعني بتتم كلها اكنها بتتم في نفس الوقت او ان بارلل، اكشوالي هي ما بتحصلش ان بارلل، هي بيحصل فيها حاجه اسمها تايم شيرنج او مالتي تاسكينج. فور مالتي تاسكينج يعني تايم شيرنج او فور مالتي تاسكينج ده معناه ان انا بتكلم ان انا زي ما كنت الكمبيوتر زمان كان فيها سنجل بروسيسور وكانت بتعمل حاجات شكلها ان انا بعمل حاجات في نفس الوقت. اكشوالي لا، هو ات اني جيفن تايم البروسيسور بتاعي او العقل بتاع الهيومن اوكي بيشتغل في حاجه واحده بس. يعني لو انا بسمع وبشوف في نفس الوقت يبقى انا at any given time ببقى مركز في الحاجه اللي انا بشوفها، و another time at another time ببقى مركز في الحاجه اللي انا بسمعها. ف basically unattended input channels not totally blocked بيبقى بيحصلها incomplete processing. اوكي، يعني بمعنى ان انا بتكلم على ان بعض الحاجات اللي هي يعني ممكن ان انا اقول عليها ان هي ما هياش يعني مهتم بيها. يعني ممكن بعض الحاجات اللي هي مثلا يعني بتكلم عن في حاجه زياده على الحاجات اللي انا مركز فيها اوكي بيحصل لها انكمبليت بروسيسنج، معناه ان انا ما ببقاش عارف بالظبط. يعني ما اقدرش اقول ان انا عملت لها يعني كومبليت اندرستاندينج او كومبليت يعني ما جبتلهاش ما اديتهاش الاتنشن الكافي ان انا اعرف هي كانت بتعمل ايه بالظبط. فنخلي بالنا من الحاجات دي علشان برضو ممكن يبقى في بعض المسجز اللي تطلع من الجهاز مثلا تروح لحاجه تبقى unattended. unattended معناها ان انا مش واخد بالي منها دلوقتي او مركز في حاجه تانية. لو انا مثلا عارض للدكتور مثلا صوره وهو مركز فيها او في مسج هو بيقراها كويس، لو انا طلعت audible information او طلعت مثلا instruction مثلا لليوزر في صوره حاجه مسموعه ممكن actually ما يبقاش يعني ما يقدرش يعملها processing بشكل كامل اوكي، فيبقى جزء منها يبقى فيه loss. والحقيقه حاجه مهمه قوي ان الهيومنز عموما بيقدر يعمل شيفتنج للبرايورتيز بتوين تاسكس اون ذا بيسز اوف بيرسيفد امبورتنس. يعني انا مثلا دلوقتي لو انا طلعت لليوزر مثلا تو مسجز، واحده بلون احمر وواحده بلون عادي يعني لون ما هواش نفس لون اللي هو الاسود مثلا ولا حاجه، هو بيبرسيف الحاجه اللي بلون احمر دي ان هي اهم، فمعنى كده بيوليها اهميه اكبر. فيعني معنى كده ان هو هيبقى يعني most of attention بتاعه most of التركيز بتاعه هيبقى على المسج باللون الاحمر دي. او لو فرضا انا كنت بطلع مثلا audible alarm بصوت واطي ومعاه حاجة على الشاشة لونها برضو بيوحي ان في حاجة خطيرة، يبقى معنى كده هدي الاتنشن بتاعي للفيجوال الارم عن الاوديبل الارم. فلازم ابقى واخد بالي من الحاجات دي كويس قوي برضو وعامل حسابي عليها في التصميم بتاع الانترفيس بتاعي.